مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم، مساء الخير، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم. العنف في الملاعب، هذا المصطلح الذي لا يغادر النقاشات الجزائرية في وسائل الإعلام، في الحصص الرياضية وحتى غير الرياضية، عاد بصورة كبيرة هذا الأسبوع. مشاهد عنيفة وبعيدة كل البعد عن الروح الرياضية شهدتها الكثير من ملاعبنا، رشق بالحجارة، اعتداء بالأسلحة البيضاء، وحتى إجبار بعض المناصرين على أن يسبحوا في الوديان. نعم، هي كانت من المفروض أن تكون مظاهر رياضية، أن تكون مباريات في كرة القدم يسود فيها التسامح، يسود فيها احترام القوانين، يسود فيها احترام المنافسين، لكن لماذا في بلادنا تتحول هذه المناسبات إلى ما يشبه المعارك التي تتقد في الملاعب وتستمر حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرا للأسف تنتشر حتى في وسائل الإعلام، حيث تكثر النرفزة وتكثر الأمور العصبية في البلاطوهات التلفزيونية التي تعنى بالرياضة، والمفروض أن الرياضة بعيدة كل البعد عن هذه الأمور. وزير الداخلية والجماعات المحلية وفي ردة فعله على هذه التطورات في الملاعب حذر مما وصفها بالانزلاقات الخطيرة التي حصلت في مباريات كرة القدم، لا سيما في ولايتي قسنطينة ووهران، وقال بأن الداخلية سوف تقوم بجملة من الإجراءات للحد من هذه المظاهر وحتى في التحقيق فيما حصل في هذه الملاعب، معتبرا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة غريبة عن مجتمعنا. في حلقة اليوم نحاول أن نبحث في العنف في الملاعب، ربما هذه المرة لن نناقشها بالصور التي اعتيد واعتدنا أن نناقشها في البلاطوهات الرياضية، سنحاول أن نعطيها بعض الجانب الرياضي وبعض الجانب الاجتماعي وأيضا الجانب السياسي، ما دام أنه فيه هيئات، فيه جمعيات، فيه أحزاب، فيه مجتمع مدني، من المفروض أن يكون هو في طليعة التصدي لمثل هذه المظاهر التي تبعدنا وتبعدنا كثيرا عن الرياضة وعن الروح الرياضية وما تحمله من روح التنافس النزيه والتسامح السامي. في حلقة اليوم أسعد باستقبال كل من السيد بالقاسم أيوب مالك الناشط السياسي، أهلا بك سيدي. مرحبا، وأيضا السيد محمد بورنيسا الناشط السياسي أيضا وصحفي الرياضي سابقا، اهلا بك. اهلا بك، شكرا. اهلا. اولا بدايه سي بالقاسم ايوب ملك، لو ابدا معك، لما شاهدت العنف في الملاعب الجزائريه وشاهدت تلك المظاهر، رشق بالحجاره، اعتداء بالاسلحه البيضاء، اجبار بعض المناصرين على ان يسبحوا في هذه الايام البارده في الوديان، وحتى شاهدنا صورا لوجوه يعني معمرة دم ومعمرة إصابات وحتى أطقم صحفية تم التعرض لها بالعنف، وش كان شعورك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نتطرق إلى هذا الموضوع أريد أن أعرج يعني أوجه رسالة تعزية إلى عائلة ضحايا سقوط الطائرة اللي شملت تقريبا 48 ولاية وتضررت بها الجزائر عامة. ربي يرحم الشهداء. ربي يرحم الشهداء. يعني صراحة يحز في نفسي أن أرى مثل هذا المظهر، يعني بعد يومين من سقوط الطائرة والجزائر في حالة حداد، أنه نشوف صورة مغايرة تماما، يعني النقيض تاع الشاب الجزائري اللي يحمي في الحدود تاع الجزائر في التراب الوطني، تشوف النقيض تاعه في ملعب، سواء في ملعب قسنطينة أو ملعب وهران، يعني ما كان هناك لا احترام لحالة حداد، لا إلى العائلات الجزائرية، لا إلى كما يقول لك هناك قدسية على بالك ملعب قسنطينة اسمه ملعب الشهيد حملاوي، ملعب وهران اسمه ملعب الشهيد أحمد زبانة، يعني هل هذو حقيقة هم أحفاد للمجاهدين اللي حروا الجزائر؟ يعني والله هذا أمر كارثي. لهذا اليوم يجب أن نتساءل ما هي الأسباب. أولا المباراة كرة القدم الجزائر كانت في حالة حداد، هناك نوعان من الأزمات في الدول، أنه لما تكون الدولة في حالة حرب كل شيء يعطل، ولما تكون الدولة في حالة حداد هذا أمر يعني مفروغ منه.
اولا انا عيب على الاتحاديه تاع كره القدم انها برمجت هذه المباراه واحنا في حاله حداد. هذا تعدي صارخ على رساله رئيس الجمهوريه اللي اقر باللي الجزائر تعيش حاله حداد. هذا من الجانب. من الجانب الثاني انا يعني اطرح سؤال، هناك يعني 10,000 مناصر تنقل من الجزائر العاصمه الى قسنطينه باش يروح يناصر فريق والجزائر في حاله حداد، واكثر من ذلك معليش رحتوا تناصروا في الفرق تاعكم ولكن بطريقه حضاريه، احنا في حاله حداد، ما تستفزوش ام الشهيد الجزائري. هناك استفزاز لام الشهيد الجزائري سواء من الاتحاديه تاع كره القدم لبرمجه اللقاء في هذاك اليوم وما قامتش كما يقول لك الغاء المباراه، او سواء من المناصرين، يعني حاله كارثيه. نعم سي بورنيسة، واش كان شعورك وانت شاهدت هذه الصور المؤسفة؟ تقاذف بالحجارة، اعتداء بالأسلحة البيضاء، ووجوه تخرج من الملاعب، ويعني وكأنها كانت في حرب ولم تكن في مباراة كرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتأسف أسف شديد لهذه المظاهر على ألا وألا ونحن في حداد وطني. وبهذه المناسبة أتقدم بتعزية لكل ضحايا الطائرة، ويعني نأخذ سبيل المثال على الطيار يعني اللي استشهد في هذه الحادثة، أنه شاب من الشباب الجزائري الذي ضحى من أجل الطائرة وضحى بنفسه وما قبلش باش الطائرة تسقط في الطريق أو فوق السكان تاع بوفاريك. يعني شوف الشجاعة تاع الشاب الجزائري يعني رحمة الله عليه. وندخل مباشرة في الموضوع فيما يخص هذا الحداد، هل لو لنا اتحادية حقيقية لكرة القدم كيف يعقل وأننا في حداد نلعب مقابلة؟ هذا السؤال المطروح، هذا السؤال يطرح السؤال هنا مربط الفرس. من أقر هذه المقابلة؟ وكيف أقرت المقابلة في ملعب يفوق 20,000 متفرج؟ يعني القرار اتخذ مؤخرا في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أين يلعب نصف نهائي المقابلات كله في ملعب يفوق سعته 20,000 متفرج. الشبيبة اختارت لكن لها الاختيار واختارت قسنطينة. إذا نحكيه بكل صراحة، هناك قضية بين الإيد السياسية والمولودية. المولودية لم يقل الاختيار أن تختار الملعب واختارت الشبيبة. لو لعبت المقابلة في تيزي وزو أنا نقول لك ما كان راح يصلح حتى شيء، ولكن المقابلة سويست لقسنطينة من ملعب حملاوي. إذا المشكلة هنا مشكلة رياضية محضة. إذا الدولة الجزائرية تعيش حداد. ربما يقول لك سعة الملاعب في مثل هذه لا 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 المباريات، قانون مباريات الكأس القانون راهي مهمة. من أقر هذا القانون؟ من أقر هذا القانون وطبق نصف نهائي كرة قدم نصف نهائي كأس الجمهورية الجزائرية أنه يلعب بملعب يتسع لأكثر من 20,000 متفرج؟ هذا السؤال المطروح، لماذا طبق هذا القرار؟ ثانيا الجزائر تعيش في حداد، لماذا الحداد لم يطبق في مباراة كرة القدم؟ أين هو رئيس الاتحادية؟ وأين هم القائمون على شؤون الرياضة في الجزائر؟ أين هو وزير الشباب والرياضة؟ حتى الشباب والرياضة. إذا نحكي على المنظومة ككل، لما نروح للمشكل قبل ما نروح لهذا المشكل. إذا حتى من جانب الدين، سفر المعصية في المذهب المالكي يقول لك الإنسان لما يسافر أكثر من 80 كيلومتر وهو رايح يدير جريمة يبشر من أخوه في الواد أو يقتل أخوه أو يضرب أخوه بشفرة أو بغير شيء، هو يعتبر سفر المعصية. لحقنا إلى مستوى ما قدرناش نتطور، وحتى العالم يتفرج فينا. أنا ربما بيني وبينك معليش، ولكن لما نشوف الصورات الدول في قطر وفي فرنسا وفي دول الجوار يقولوا شوفوا الجزائريين كيفاش راهم يضربوا بعضهم بعض، شيء يؤلمنا احنا كسياسيين أو كرياضيين أو كإعلاميين. إذا إلى متى نصل إلى هذا؟ من أوصلنا إلى هذا؟ إذا اليوم الشاب الجزائري هل هو مقهور فعلا أو هناك مشاكل يتخبط في هذا الشاب الجزائري، أم أنه القفضاء هو ملعب أنه يخرج فيه ينتفز فيه ويتنرفز فيه؟ إذا هذا هو المشكل الحقيقي اللي لازم نتحدث عليه. إذا اليوم الاتحادية الجزائرية هل الشاب الجزائري مكبوت يعني للدرجة هذه؟ مش مكبوت ولكن يعالج الدرجة هذه باش يروح للملاعب ويورينا هذه الصور؟ لا لا، هذا نوع، هذا جزء من معاناة الشاب الجزائري. الشاب الجزائري لولا هو مثقف، لو مكون، لو يعني يمتاز بمنصب مليح، لو عايش مليح، ربما ما يديش هذه الامور، ولكن هناك ظروف اجتماعيه قاسيه يمر بها الشاب الجزائري، لازم نكونوا صراحه بعضنا بعض، ولكن احنا هذا الشيء ما نشجعوش.
انا اليوم كشاب جزائري قلت لك سبقت له قلت لك انا نعرف ما يجري داخل الملعب، حتى حكم المباراه اللي الماده 5 في القانون الفيفا تقول لك على حكم المباراه انه كان قادر يوقف المباراه لما في الشوط الاول بدل المناصرين يرشقوا في ارضيه الميدان بالحجاره كان قادر يحبس المباراه الحكم. نعم. ولكن هو السيد الحكم في هذا القانون، اذا كان وصل للمباراه ولحقنا الى ما لا يحمد عقباه، اذا احنا نتمناو من هذا الشيء ما يزيدش يوقع في الملاعب الجزائريه ويكون قوانين صارمه تكون راح تحكي حول القوانين وحول ما ينبغي ان نجريه حكي نتفادى مثل هذه المشاهد. لكن بالقاسم ايوب مالك، هل الشاب الجزائري بهذا الكبت بهذه الصعوبات بهذا العقبات بهذا المشاكل في حياته باش يروح للملعب ويدير هذا الصور؟ لا يا اخي، قذف بالحجاره، اعتداء بالاسلحه البيضاء، امور ربما لا تخطر على البال. لا شاهدناها ليس فقط هذا الاسبوع بل يعني مشاهد للاسف متكرره ومتكرره كثيرا. اكيد ساجيبك على السؤال واعلق على الاخ الكريم ايضا. اولا احنا قلنا باللي الاتحاديه اخطات خطا كبير لما برمجت المباراه وما التزمتش بالحداد، هذا امر. ولكن فيما يخص العنف في الملاعب في نهايه المطاف مش الاتحاديه ولا رئيس الاتحاديه تاع كره القدم اللي قال له ضرب خوك ولا يعني دير العنف هذاك ولا كسر النظام العام ولا روح كسر الملعب اللي بناته الدوله بالميزانيه تاع المواطنين ولا دير مثل ما هذه المظاهر، باش ما نكونوش ظالمين. الشاب الجزائري في نهايه المطاف، انت اخي راك معايا في الاستوديو، الاخ صحافي، الاخ، كلنا شباب، احنا شباب، احنا ما راناش عايشين في الجنه، احنا نقاسي احنا عندنا امور صعوبات نتلقاها في الحياه اليوميه، احنا كشباب لماذا ما نروحوش نكسروا في الملعب؟ ما نبروش للشاب اللي يروح يكسر، وما نبروش للشاب اللي يروح يسيء الى صوره الجزائر في المحافل الدوليه ويهدد النظام العام، ما نبرولوش انه هذا انه كبت. لا يا اخي، كلنا نعيش في ظروف صعبه نوعا ما، نحاول تجاوزها. اليوم لازم نبحث على الاليات نحيو المشاكل هذه. لماذا تتوجه انت الى العنف؟ هذا امر غير مبرر، انك تعيش صعوبات ولا امور اجتماعيه، انك تروح تهدد النظام العام، انك تروح تستهتر بمشاعر عائلات الشهداء لما يشوفوا مظاهر كما هذيك، ناس تقاتل من كره القدم. في نهايه المطاف هذه لعبه. انا حتى في الافلام الرومانيه نشوفوا حلبات المصارعه وان كان صراع وفيها قتل، هناك ضوابط. هذه كره القدم ما فيهاش ضوابط، انت على جال الكاس تدير امور كما هذيك. يا اخي انا ما على بالي لا بالكاس، تروح الكاس وتروح الرابطه وتعطل كل شيء، وما تبكيش ام شاهد لما تشوف مظاهر كما هذيك. لكن أيوب مالك يقول لك هذا الشاب ما عندوش وين يسمع، ما عندوش وين يعبر عن روحه، ما عندوش وين يقول كلمته. أكيد أنه لما يلتقي هذا الشاب وهذا الشاب وهذا الشاب في الملعب راح تشوف يعني رسائل، أكيد أنه الرسائل ربما في بعض جوانبها وفي طريقتها ممكن فيها خطأ، فيها عنف، فيها أمور غير منضبطة. لكن للأسف أنه هذا أنه الشاب ما صابش روحه في مكان آخر، يجد الملعب، الملعب وفقط. لا يا أخي، هناك شوف، احنا كنا قلنا مرارا وتكرارا في هذا الاستوديو في قناة البلاد وفي قنوات أخرى أنه ما نقيسوش الشاب الجزائري اللي يروح للملعب والله الشاب الجزائري اللي يروح يحرق، ما هوش مرجعية لدى الشاب الجزائري. هم الشباب الجزائريين استشهدوا في طائرة وهم يحموا في التراب الوطني. هناك آلاف من الشباب اليوم يروحوا إلى أسلاك الأمن، يروحوا كصحفيين، يروحوا للجامعات، يروحوا كدكاترة. هذا هم الشباب الجزائري اللي اليوم نقيموهم. هناك ملايير ضخت لمشاريع الشباب. وين راهي نتائجها؟ وين راهي نتائجها؟ يتساءل الشاب. هذا هو المشكل. اليوم لازم نقيمه، لماذا الشاب يروح يدير كريدي دونساج والله وما يخدمش ويروح يحرق ويروح يكسر في الملعب؟ اليوم لازم نلقاو اليه انه نقول لك المشكل. الشاب يقول لك ما وصلناش، هذه الارقام التي تتحدثون عنها هي ارقام قلتموها بألسنتكم، انا في حياتي اليوميه ما صبت والو من هذا الشيء. المشكل نسمع بها فقط. لا ماشي تسمع بها، المشكل لازم نطرحه اليوم. الشاب الجزائري، هناك فئه من الشباب الجزائري عندها نقص في الوطنيه، ولات ما تامنش بالعيش في الجزائر، ما تامنش باللي انه في الجزائر هذه مثل ما لك حقوق، لك واجبات يجب ان تؤديها. اليوم انت باش تتنقل من العاصمه الى قسنطينه، هناك الاف من الشباب في اسلاك الامن يوفروا لك الامن باش تتنقل في اريحيه. لازم تعرف قيمه هذه التضحيات اللي راهم يقوموا بها هذو الجزائريين، وانت ثاني تؤدي واجبك. روح للمباراه، عبر على ارائك، روح اي شيء، ولكن ماشي بالعنف، ماشي بتهديد النظام العام، ماشي تكسر الملاعب، ماشي بقتل خوك. انت تعبر على رايك لما تضرب خوك، هذا هو تعبير عن الراي. اكيد خرج الكبت. لا لكن في اسباب الظاهره ايه؟ ممكن يقول لك هذا الشاب انا لما تتهمني بنقص الوطنيه انت تظلمني. ما اتهمناش، ما قلتلكش اتهم الشباب بنقص الوطنيه، قلت لك هناك فئه من الشباب
عندها تعيش هذا الفراغ. اليوم لازم نبحثوا لها على اليات نرجعوا نحيوا لها الفراغ هذا ونلقاو لهم حلول. قلت لك هناك شيء ونقيضه، هناك الاف من الشباب الجزائري يخدمون. اليوم احنا في استديو كل واحد فينا راه يخدم الجزائر في الموقع اللي راه فيه. هو الاخ عندنا صحافي وموظف عند الدوله من عائله من اسره ثوريه، يعيش صعوبة اجتماعية، يروح يخرج الكبت يجي يضربني هنا في استوديو، هل نبرر له انه يتضارب معاه في استوديو ونقول له هو راه مكبوت ويعاني بظروف اجتماعية؟ هذا امر غير معقول. الاستديوهات هذا قضية أخرى أيضا. أنا لم أتهم الشباب انه باش ما نغلطوش الناس، أنا قلت لك هناك شباب جزائري وطني اللي يخدم في الجزائر، ولكن هناك فئة لازم نعالجوا لها ولازم نلقاو لها الظروف، نتحملوا المسؤولية جماعيا، لأنه في نهاية المطاف احنا بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات الجيل تاعنا اللي راح يعاني من المشاكل هذو، اللي راح يعاني من مشاكل تاع الجيل هذو اللي راهم يعيشوا في العنف. محمد بورنيس، نقص الوطنيه والارتباك هو الذي جعل هذا الشاب يقدم على العنف في الملاعب. الشباب الجزائري كله وطني، اللي راح يشجع فريقه في مقابله كره قدم وطني يديها القلب على فريق تاعو راح يشجعه، هذو كاع وطنيين. شاب جزائري يا اخي داك اسمح لي، داك القلب على الفريق الوطني تاعك تروح تضرب مناصر تاع الفريق الاخر، هذه وطنيه؟ دوك خلينا من هذه مولوديه وجياسكا ولا امسيانس نسقيك وبعد خليك تجاوب. دوك خلينا مولوديه وجياسكا، دوك تتبع المولوديه ولا تتبع جياسكا؟ هذا المناصر تاع شبيبه القبائل ولا تاع المولوديه ماهوش جزائري برا الوطنيه اللي تعدى عليه؟ هذا امر غير مقبول. شوف انا شوف انا ما نشككش في الوطنيه تاع الجزائريين كلهم. لا ما لا نقولوا الجزائريين هناك ما شككتش بالوطنيه، هذو اللي لا ما شككتش بالوطنيه. هناك قلت لك الشاب الجزائري الوطني هو اللي يخدم الجزائر في اي مكان يكون فيها ويتلقى مشاكل اجتماعيه، لهذه الفئه لازم نلقاو لها حل. ما نقولوش باللي هذه الفئه وطنيه وتروح تضرب الناس في السطاد وتكسر لي السطاد وديروا مهازل قدام العالم. الفريقين هذو الفريقين، الشبيبه احسن فريق في الجزائر والمولوديه اكبر فريق. على الفريقين احنا نتكلم، احنا ما تكلمناش على الفريقين، تتكلم على الفريق. مانيش نتكلم دوك الكلمه هي خلينا نعبر كيما نحب. الشبيبه هو احسن فريق في الجزائر، والمولوديه تعتبر من اكبر فريق له جمهور على مستوى الوطني، هذا الشيء معروف منه. فريق تاريخي، هذه فريق تاريخي، ولكن نحكيه بمنطق الواقع. الشاب الجزائري في الجزائر يعاني اضطهادات اجتماعيه كبيره. الشاب الجزائري ما عندوش مراكز تكوين، الشاب الجزائري ما عندوش مراكز توظيف، الشاب الجزائري ما عندوش تنميه محليه، الشاب الجزائري يعيش بعض الضغوطات من السلطه الجزائريه، الشاب الجزائري ما عندوش مكان يتنفس فيه. نعطيك مثال الاخ ايوب، انا اليوم نحكي كشاب جزائري لما اروح للملعب، انا عملت في الملاعب كثير وكنت نغطي مقابلات في الصحف الوطنيه ونعرف ما هو دور الشاب لما يجي للملعب. لما يجي الشاب للملعب يجي يخرج، يجي فيدي، يجي يخرج كل حاجه، يجي معمر، يجي معمر باش يخرج في الملعب، لانه يعني ما عنده حتى فضاء. الكره هذه يعني الجلد المنفوخ هذا بالتعبير الاخر نقوله لك، هذا الكره هذه اصبحت متنفس الشباب الان عندنا في الجزائر. ما عندناش وين نروحوا الا ملعب كره القدم. اذا هذه الرياضه اللي تستقطب اكبر شريحه من المجتمع وهي رياضه كره القدم، لازم ننظر فيها لما يجي مسؤول في الاتحاديه او على مستوى الوزاره، لانه باش تقوم دوله، تقوم دوله بمؤسسات، بنخبه من المؤسسات التي تكامل بعضها البعض. اذا لما ندير وزير شباب والرياضه وعندي اتحاديه قويه وندير ملاعب وندير الامن اللي يوفر الامن في الملعب، ولما ندير جمعيات وندير رياضيات تكون متكاتفه وتكون توعيه اعلاميه، حتى التوعيه الاعلاميه في البلاطوات وفي الرياضه يتحدثوا الا على المشاكل، ولكن ما نتحدثناش على كيفيه. لما انا ما نلومش الحجر اللي دخل للملعب، اللوم من كان سبب في دخول الحجر للملعب. شكون دخل الحجر هذا للملعب؟ يا كاين الامن، نعم اين هو؟ نعم ربما. اذا اليوم خليني نكمل، لما نروح باش نعالج قضيه، اليوم انا باش نشوف صوره كيما هذه ونصور صوره بلادي في الخارج انا نتالم، لانني مهما كان انا مواطن جزائري. ايوب مالك، إذن ايوب مالك، اذا المشكل فقط اسمح لي فقط اسمح لي فقط، لا لا، المشكل الحقيقي ليس الا في ذلك الشاب اللي دخل الملعب، ولكن المشكل منحصر على كل الأجهزة. أيوب مالك يقول لك البعض انه لما نشوفوا كيف تقام مباريات كرة القدم في الجزائر، ربما فيها رياضات اخرى لكن الطاغية كثيرا هي كرة القدم. كيف تقام مباريات كرة القدم في الجزائر؟ اولا
يجي هذا المناصر باش يشري تذكرة المباراة. شفنا هذيك يعني كيفاش يبيعوها في عصر يعني الناس تشريها بالدفع الإلكتروني وتذكرة تشترى إلكترونيا، نحن تشترى عبر ثقوب في جدران الملاعب وكأنها ملاعب تعود العصر الحجري. أولا يأتي هذا المناصر ساعات وهو في الطابور، ثم بعد ذلك ساعات أكبر وهو في الملعب. إذا كانت الشتاء كل الأمطار راهي عليه، إذا كانت الصيف يعني كل الشمس راهي عليه، ثم بعد ذلك تبدأ المباراة. لا خدمات، لا حتى يعني عزكم الله يعني الصرف الصحي وما إلى ذلك مكاش، لا خدمات، لا أمور الأكل لا يوزع، لا أمور يعني الإنسان يروح بها على نفسه غير موجودة، ثم تبدأ المباراة. يعني بالله عليك يجي المهاتما غاندي والأم تيريزا يديروا العنف، مهما كان هذا الشاب يعني هادئ ورزين ومتربي، هذاك التعب والجوع والضغط يخليه يدير العنف. نظموا المباريات، ديروا منشآت كرة قدم، ديروا منشآت مليحة، بعدين العنف ممكن يزول. يا أخي دوك المنشآت الكروية هذا أمر مفروغ منه. أنا قلت لك الدولة في قطاع شبيبة ورياضة ضخت ملايير، ولكن اليوم السؤال الذي يجب نطرحه، الملايير هذه اللي ضختها في قطاع الشبيبة والرياضة سواء في كرة القدم أو في أمور أخرى الجمعيات هذه في الجزائر دائما مصطلح ضخة، وبعدين مأمور ضخة لا نجد شيئا، نجد فخة. يا أخي بك خليني أتكلم. أتفضل. اليوم لازم نقيمه، هل من المعقول أنت تدير الخدمات في ملعب ومن بعد يروحوا يكسروا؟ شاهدت الأحداث تاع البارح ولا ما شاهدتهاش؟ كاين دي كاميرا كسروه في وهران، هل هذا معقول؟ هل انت كصحافي ولا كشاب ولا هل تستطيع تروح مع الاخ تاعك لمباراه كره القدم؟ احيانا في التلفزيون ما نديروهمش، يعني مع العائله بلا مؤاخذه، يعني مع العائله ما تقدرش ديرهم. تحشم تروح للاستاد مع اخوك ولا مع واحد قريبك ولا واحد، لانه هناك يعني قلت لك الفئه هذه تاع اللي راها تروح، هناك فئه محصوره راها تروح للملاعب كره القدم. هناك بعض القنوات الإعلامية تحمل المسؤولية في تأجيج الصراعات، لما نشوف أنا أطراف الاتحادية ولا أطراف في كرة القدم ومدربين وحكام يتصارعوا في بلاطوهات تلفزيونية ويأجوا الصراعات، الشاب الجزائري اللي ما يكونش عنده نوع من التكوين ولا نوع من الدراسة يتأثر به. لما أنت هناك بعض الأبواق المعارضة تحاول تيئس الشاب الجزائري، تحاول ترجع له الجزائر هذه وانك راك في حدائق الشيطان، كلش اسود، كل ما كاش الامل، تغلق له باب الامل. الشاب الجزائري يعني اسود من السويد. الشاب الجزائري تكون عنده نظره مغايره لما يعيشه الشاب الجزائري. يعني قلت لك هذه الامور كامل، تيئيس، غلق باب الامل، لما تكون انت كشاب مثقف يمكن تتجاوز المرحلة هذه وتعرف تقيم ما هو إيجابي ما هو سلبي، ولكن لما يكون عندك مستوى دراسي يعني ما هوش كل الشباب الجزائريين اليوم جامعيين ولا عندهم مستوى دراسي يأثروا عليه سلبيا. لما تأثر عليه سلبيا أنت الشاب لما يروح للملعب هذه النتائج اللي تخرج، المنشآت الحيوية اللي خسرت عليها الدولة الملايير تتهدم، أولاد الناس ينضربوا. نزيدوا أكثر من ذلك، اليوم لازم نوعيه بلي هذا الشاب اللي راح يروح للملعب راح يكون تحت تأثير المهلويسات، راح يكون تحت تأثير خارجي، ما هوش حاسوس راح يدير. اليوم هذا الظاهرة لازم نعالجوها كذلك. اليوم خلينا ما هو السبب، سبب خلينا، ولكن اليوم رانا أمر الحال، اليوم الشاب راح كاين عنف في الملاعب، كاين ضرب، كاين كما يقول لك تعدي، كاين تهديد للنظام العام. اليوم لازم نعالج ونلقاو ما هي الحلول لهذا الامر. ما نقعدوش نترشحوا في الاتهامات، الحلول ونحاول الاتهامات في الاسباب وفي واقع الشباب الجزائري، ما دام انه الكل مترابط وحلقات مترابطه. حتى نشاهد للاسف هذه المشاهد في الملاعب. السيد بالقاسم ايوب مالك والسيد محمد بورنيسا مشاهدينا، نروح الفاصل قصير ثم نواصل النقاش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، أنتم تتابعون الجزء الثاني من حلقة اليوم من البلاد اليوم التي نتحدث فيها
حول العنف في الملاعب وما حصل في ملاعبنا في الأسبوع الماضي والذي استدعى حتى تصريح لوزير الداخلية والجماعات المحلية الذي حذر في صفحته في الفيسبوك مما وصفها بالانزلاقات الخطيرة التي تعيشها ملاعبنا، واعدا بإجراء تحقيقات فيها واتخاذ إجراءات حتى يتم الحد منها. ضيفي في حلقة اليوم كل من السيد محمد بورنيسا الناشط السياسي والصحفي الرياضي سابقا، أهلا بك مرة أخرى سيد بورنيسا، وأيضا السيد بالقاسم أيوب مالك الناشط السياسي، أهلا بك سيدي مرة أخرى. السيد محمد بورنيسا، ربما كان آخر سؤال للسيد بالقاسم أيوب مالك حول مسار يوم للمناصر الجزائري في الملعب الجزائري من بداية شراء التذكرة إلى نهاية المباراة. أنت ربما كنت تتابع هذه الأحداث في الميدان، ماذا تعلق عليها؟ كيف تصف يوم المناصر؟ هل فعلا هو يوم يستطيع من خلال المناصر أنه يناصر بأريحية بأعصاب هادئة، أم أنه مختلف تماما وأن العنف يتولد من هذا المسار؟ بالفعل العنف يتولد من هذا المسار. كيف ذلك؟ دونك لما نروح للميدان ونلقى طفل في عمره 10 سنوات يدخل وحده للملعب، المفروض انه ما يدخلش، المفروض في اقل من 10 سنوات ما يدخلش في الميدان، لازم يدخل مع واحد كبير. تتلقى طفل صغير في الملعب يدخل عادي. انا دخلت لغرف الملابس، مشيت في الميدان، شفت المراصرين، شوف الميدان هو ضغط يكونه الجمهور الميدان، اللاعبين حتى اللاعبين يعيشوا ذاك الضغط في الميدان، حتى المناصرين عندهم ضغط في المقابله، يعني يشوف المقابله على اعصابه هذاك المتفرج في الميدان. اذا كل شيء داخل في، ولما يكون موقع فيه اجتماع كثير للناس يكون الخطر، يكون مشكل. اذا هنا نلعب عن التربيه، عن التوعيه، عن الاعلام، عن 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 عن, عن, عن الامن. حتى الامن عنده دور كبير في الميدان، يعني الامن لازم يكون، يعني يكون تكون الحراسه مشدده في الميدان. لكن انا نرجع للاتحاديه ونرجع للقائمه على الرياضه في الجزائر، هل بامكاننا لو لماذا يعني طبقوا هذا القانون تاع مقابله نصف نهائي تلعب في ميدان تاع 20,000 متفرج؟ هنا مربط الفرس نرجع عليها، لماذا لم تستقبل الشبيبة في ملعبها مثلا؟ لماذا الدولة الملعب قسنطينة؟ إذن هناك حساسيات، نلعبوا الكرة كنا ومارسنا الكرة من قبل، ولكن هذه الحساسيات ما خلاش تأثر على اللاعبين حتى تخرج. حتى تصريحات اللاعبين كانت مشفرة بعض الأحيان، حتى اللاعب، يعني اللاعب نمام اللاعب اللي يكون محترف ويتصف بأخلاق حميدة هو يلطف في الجو على المناصرين. هناك جمعيه المناصرين لكل الانديه وكل الفرق، المفروض انها تلعب دورها هي الاخرى في طمس هذا العنف في الملاعب. لانه دوك شكون، من هو المتضرر؟ هل هو الشاب اللي تضرر في الميدان؟ الام تاعو راهي تبكي والاهل تاعو راه يجري لانه راح يشوف مقابله باش يناصر فريقه. اذا هنا المشكل. اذا كان انا اليوم كمسؤول وكقائمون على الرياضه ما درناش قوانين ردعيه، ما سيسناش الرياضه بطريقه فنيه. قال انا اليوم كمواطن جزائري انا نروح نشاهد المقابله مع بابا، مع اخويا، مع خالي، مع عمي، ما نقدرش ندخل الميدان مع واحد فاميلتي، يعني تسمع الكلام البذيء في الميدان. هذا الشيء من وقت تولد هذا الشيء، لما تروح لزمن السبعينات والثمانينات كان الميدان، انا ما لحقتش هذاك الوقت كنت صغير، ولكن شفنا الصور، شفنا الانصار، شفنا كيفاش كان الشاب الجزائري ثابت مربي عاقل. دوك الان الشاب الجزائري شكل المناصر تغير، شكله تغير والطريقه في التشجيع تغيرت. معليش احنا شباب ثائر وعندنا النزعه تاع العصبيه في الجزائر، ولكن باش نخلي نفسي اني يعني نرمي خويا في واد يا اخي ما نقدرلهاش، باش نجرح خويا ونخلي يماه تبكي، لا يا اخي لازم نكونوا خاوه متخاوين. يعني صراحه احيانا يعاود ينشروا في وسائل التواصل الاجتماعي بعض الصور، يقول لك هذه صور لمدرجات ملاعب جزائريه في سنوات يعني الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات. يعني
يعني احسن من مدرجات الجامعات حاليا للاسف. والاكثر من ذلك والاكثر اسمعني اخ ايوب والاكثر من ذلك انه واش انا نشوف الان واش انا نشوف انه حتى القائمون على الرياضه في الجزائر هم جزء من هذه الكارثه. انت الجزائر تعيش حداد وطني، احنا نبكوا على خاوتنا ماتوا في حادث طائره وتتبرمج في مقابله. اذا العيب في هذه المسؤولين قبل ما نروح للمناصرين. انا ما نلومش المناصرين اللي داروا هذا الشيء اكثر من لوم الهيئه الرياضيه في الجزائر. أيوب مالك والاتحاديه اللوم على المسؤولين. لا نروح لك اكثر من ذلك باش نجاوبك على السؤال. انت كنت تكلمت على الستينات والسبعينات، احنا كنا نحتفل ب 13 ابريل ذكرى تاسيس فريق جبهه التحرير الوطني. في وقت الثوره فريق رياضي كان يساعد في تدوير القضيه الجزائريه عالميا باش نجيبوا الاستقلال. اليوم المناصر الجزائري والكره الجزائريه كانت تساعد في القضيه الجزائريه باش نجيبوا الاستقلال. شوف وين كانت وشوف وين وصلت باش ما نظلموا حتى واحد. المسؤوليه تحملوها مسؤوليه جماعيه اتحاديه تاع كره القدم، يعني استفزت المواطن الجزائري واستفزت اسر الشهداء استفزت هذه الحقيقه ما نروحوش استفزت عائلات الشهداء ببرمجه هذه المباراه. هذا امر مفروغ منه. نزيد لك اكثر من ذلك، في التقرير الادبي تاع اتحاديه كره القدم في النهايه يقول لك كره القدم هي رياضه تبرر حتى العنف في التقرير الادبي الذي سيعرض يوم 23 ابريل. في التقرير الادبي تاع اتحاديه كره القدم يقول لك كره القدم رياضه تبرر حتى العنف. هذه اتحاديه تاع كره القدم، هذا واش رانا نسوقوا للجزائري والشعب الجزائري والمواطن الجزائري، هذا عار. اليوم الوزير السابق ما نتكلموش عليه اللي فات مات، الكره والرياضه كانت تتخبط. اليوم هناك وزير جديد لازم نوقفوا معه جميعا باش ان شاء الله يعني يريد يصحح الاخطاء هذه، يصحح هذه التجاوزات باش ننهضوا بقطاع الرياضه وقطاع الشباب والرياضه لانه قطاع مهم في الجزائر. ولكن المسؤوليه تحملها مسؤوليه جماعيه الاتحاديه. هل باستطاعته ربما هذا الكلام ربما قاله الكثير من المسؤولين في السابق ووعود ان الملاعب سوف تكون بهذه الحاله، لكن الامور على حالها لا شيء تغير. اليوم يجب ان ندق ناقوس الخطر. هذا العنف في الملاعب صار يشكل خطر على الجزائر. لما يسود النظام الجزائري ويسود الدولة الجزائرية للخارج هذا خطر على الجزائر. لما تتهدد النظام العام تاع عائلات قسنطينة هذا خطر على الجزائر. لهذا يجب أن نتحمل مسؤولية جماعية، لازم نرافقوا الوزير ولازم نصحوا الأخطاء تاع الاتحادية والقنوات الإعلامية كل واحد في مكانه، والأسر التوعية في الجمعيات هذه الثقافية والجمعيات الشبابية اللي نهار تجي الدورة تاع المجلس الولائي يجوا يدوا البيجي من بعد تلقاهم غايبين تماما. لازم نتحمل المسؤولية جماعيا لأنه قلت لك في نهاية المطاف احنا الجيل تاعنا اللي سنصطدم بهذا الأمور في المستقبل. نعم، وهذه الجمعيات وين راهي؟ أنت قلت أنها تأخذ وتأخذ وتأخذ الكثير، أين هو هذا المجتمع المدني؟ أين هو هذا التأطير المفروض أنه يواكب أين هو هذه التظاهرات الرياضية؟ وين راهم؟ هذا السؤال ينطرحه، أين هو المجتمع المدني؟ أين هي أحزاب المعارضة؟ وأحزاب السلطة وين راهي ثاني؟ لا على الأقل لا لا أحزاب السلطة على الأقل تتحمل جانب المسؤولية، ولكن أحزاب المعارضة تتحمل ثاني. لما تتيأس لما تنشر الياس للشاب الجزائري، لما تقول الجزائر مثلا اسمح لي هنا يقول لك الشاب الجزائري انه الياس من الجميع، جميع وجوه الياس والوجوه التي تجعل الانسان يعني يشمئز. لا يا اخي يا اخي يا اخي الشاب الجزائري اليوم يقوم ب باش ما نعموش باش ما نهضروش على العموم. هناك فيها انا نعطيك فكره صغيره. شوف الجزائر 70% من الشباب اكيد، وزاره الشباب والرياضه تحمل حظ الاسد انها تكون تتحمل مسؤوليه. هذا وش قال لك احزاب المعارضه هي من تدفع للعنف. معليش ندافع على المعارضه ودافع على السلطه اليوم. معليش شوف المعارضه كلمه تحكي في المعارضه تبروسي منه المعارضه من؟ المعارضه ليست في السلطه باش انا نقدر ندير قرار. مثلا انت راك في السلطه من حقك انك تاخذ قرارات. اعطيك مثال. اسمح لي خليني نجاوب. روح ونجاوب. مثلا اذا كان نحكيو على جانب الرياضي ما نخرجش من القطاع الرياضي نبقاو في معليش اذا كان هذا الرياضه اللي هي متفرعة ومتوزعة بشكل كبير في الدولة الجزائرية، ونعرف باللي الشاب الجزائري 70% من الشباب الجزائري يحبوا هذا الرياضة. لأن أنا اليوم كيفاش نبلور أفكار تخرج هذه نخرج منها من هذا المأزق. لأنه هذا العنف ما راهش يمسنا احنا كجزائريين فقط، حتى الخارج راه ينظر لنا أننا شعب غير واعي، شعب غير مثقف. إذا المشكل هنا احنا لما ننظر إلى هذا المشكل
لازم الوقت نشعبوه بطريقة آلية. لما الشاب الجزائري نحتكر عليه المسؤولية، لما الشاب الجزائري ما نعطيلوش الفرصة، لما الشاب الجزائري ما نخليش يعبر عن رأيه، ما نخليش يفكر في شيء، عنده غير الميدان يقول فيه ما يشاء، يقول البطاطا راهي غالية، يقول الخضرة راهي رخيصة، يعني ما تفهمش باللي الشاب في الملعب راهي يقول أمور. لا تسمح لي، الشاب الجزائري في الملعب راهي فضفض، راهي يخرج ويقول أمور ويطلب. أنا في بعض الحالات يغنوا أغاني لرئيس الجمهورية، يقولوا يا الرئيس يا ويحيى يا كذا، كاين امور حقيقيه. شوفوا لينا لأن الشاب الجزائري، خلينا نكملوا بعد جواب. الشاب الجزائري اليوم في هذا الميدان راه يعبر عن شعوره، اعطيله، خلي هذا الشاب يمشي. يعني هذا سي بورنيسا دليل على افلاس الطبقه السياسيه. لا. المفروض انه الشاب الجزائري يجد طموحاته، يجد طريقه ربما لاسماع صوته عبر هذه الاحزاب، عبر هذه الطبقه. لا لا، اليوم عقمت هذه الاحزاب وافلست. خليني نجاوبك. لما الشاب الجزائري يروح، تفضل خلينا نسمعوا رايه في هذه النقطه. انت باش ما نروحوش الى فكره اخرى. لما قلت لك المعارضه تحمل جانب المسؤوليه، يقول لك المؤمن مراه اخيه. لما انت اليوم انا موالاه، حزب موالاه وانت حزب معارضه، هدفنا ما هو الهدف الوحيد اللي يجمعنا؟ هو الصالح العام للجزائر. بالفعل انا لما نشوف بعض الاشخاص وشخصيات المعارضه لما يشافوا الامور هذه يقول لك معليش عنده الحق، شابوني روح. لما يلقى واحد يبرر له العمل هذا، كيفاش حبيت الشاب يتصرف؟ لما اليوم ما لازمش نعمه، ماهوش الشباب الجزائري هو فقط اللي راه يروح للميدان ويروح يدير العنف. هذه فئه من الشباب الجزائري لازم نعالجوها وندرسوها. ولما هذا الشاب الجزائري سي ايوب هو عايش في وضعه ويقول له انت خير من السويد وانت خير من الامريكان وانت من كذا، هذا الشاب الجزائري كيف لا ينفجر في الملاعب ايضا؟ يعني بلا مؤاخذه، ما نروحوش الى امور اخرى. قلت لك هناك شباب ناجح، هناك امثله ناجحه. اليوم انت كصحفي لقيت الامر سهل؟ هل لقيت الامر سهل؟ هل لقيت صعوبات؟ صعب من جميع الجهات للاسف، ولكن ما راحش تضرب الناس، ما راحش تدير العنف. هناك انا نقول لك فئه اللي راها تروح تدير العنف في الميادين، هناك فئه راها تعاطى المهلوسات، هناك فئه راها يعني راح تدخل، اسمح لي، راح تدخل في انزلاقات. اليوم لازم نعالجوها. شوف، وان كانت ربما سي ايوب مالك السماع لبعض الاحزاب ولبعض الخطابات السياسيه في الجزائر، اعتقد يا أخي ان تاثيرها أصعب من المهلوسات. الهلوسة الخطابية والهلوسة السياسية أخذت باعا طويلا. نحن نعيش في ديمقراطية، أي حزب معارض اليوم له الحرية يتكلم. أنت قلت مرهم ينشروا في لا، نحن نعيش في ديمقراطية، أي حزب معارض له الحرية يتكلم ما شاء. لماذا هذا الشاب الجزائري ما تحاولش تجبده لعندك وانت توصل به للسلطة؟ لماذا ما تحاولش هذا الشاب اللي راه يروح للميدان ويدير الأمور هذه ويشكل خطر تجبده لعندك وتدي بها السلطة وتوصل إلى الحكم؟ لماذا هذه الأحزاب ما تستخدمش هذه الأمور؟ لماذا تؤجج صراعات؟ إيه تقول له إيه راه عندك الحق؟ لما تقول للشاب الجزائري اللي راه يروح في الميدان وفي الملعب يدير أغاني ويتفاعل سياسيا في أمور سياسية، لماذا لم يتفاعل مع الحزن التي تعيشه الجزائر؟ شفنا داروا تيفو على السعودية وفلسطين، لماذا ما تفعلوش وداروا الحزن؟ لماذا ما أعطوه الصورة مشرفة للجزائر أنه المناصر الجزائري حزين؟ صحيح صحيح سي بورنيسا، جاوبني فقط. صحيح سي بورنيسا، اسئله تطرح وشبيبه القبائل اولى من الحداد اللي رانا نعيشوا فيه. انا قلت لك اولا من دار المباراه ليس المناصرين، هي السلطات. جاوبني. لكن في قضيه انه ايضا ما نروحوش دائما ننتقد السلطات، دائما نحن نروحوا السلطات كذا، العنف كذا، السلطات اكيد ربما السلطات بصفتها يعني هي المسؤوله تتحمل جانب من المسؤوليه، لكن ليس كل الجانب. لنطرح اسئلتنا، هذا المجتمع ماذا يربي؟ ماذا يكون؟ كيف نؤطر هذا الشاب؟ كيف نخليه يعني يعيش ويكبر بمبادئ سليمة؟ حتى أيضا العائلات ينبغي لها أن تتخذ مسؤوليتها. في النهاية هؤلاء ما جاوش من السماء، ما جاوش من المريخ، ما جاوش من السويد، هم جزائريين. دوك نجاوبك. لما نتحدث عن الشاب الجزائري، هذا الشاب اللي راح دار فوضى أو دار عنف، علاش ما رحتش انت درت العنف؟ معليش دوك نجاوب. جاوبني علاه، انت ما رحتش. هو يدير العنف في الاستوديوهات، هو يدير العنف في الاستوديوهات. علاه ما رحتش درت العنف؟ ما نجاوبك. جاوبني. دوك نجاوبك. العنف هذا كيفاش يتكون العنف؟ كيفاش تكون العنف؟ من فراغ. لانه الشاب الواعي والمثقف والمخضرم لا يقدم عنف. انا ماشي تاع عنف. سما راك معايا في الفكره انه هناك فئه تعيش فراغ لازم نحلوا المشكل. هذا المشكل. هذا هو. كيف نحل المشكل اذا؟ دوك نروحوا لحل المشكل. لما نفتح افاق تكوينيه واضحه للشاب الجزائري، هذا هو لما نفتح افاق
شغل واضحة للشاب الجزائري. لما نفكر في آليات باش تخلي الشاب الجزائري يفكر في مستقبل ظاهر، لما نفكر في كيفية تنصيب وتشغيل الطبقة الشغيلة ونفتح آفاق واسعة باعتبار أن الجزائر قارة مش دولة. إذن لما نفكر في هذه الأمور نجد الحلول. لما نعطي الفرصة للاتحادية والوزارة باش يخلقوا لنا قوانين صارمة تجاه هذه الملاعب، لما يكون مسؤول على الملعب كيف يعقل أنا اليوم ما نأمنش الشيء اللي صرا؟ لازم كاين دواعي. قلت لك كيفاش تدخل السلاح الأبيض يدخل الميدان، كيفاش يدخلوا الحجر بذيك الحجم بذيك الكيفية وبتلك الكمية على الملعب؟ لأن هذا السؤال المطروح. قبل ما نروحوا لما حدث نطرح سؤال كيف وصل لي حدث هذا الشيء. إذا المشكلة لازم نتعاونوا كلنا ونحقوا في الموضوع ونروحوا الحلول واضحة. إذا الاتحادية إذا ما كانش تلاحم في جميع الأطياف الرياضية وحتى الشبابية، لأن الشاب الجزائري اليوم ما راهش يطمح أنه باش يبقى يشوف صور مثل هذه. أنا نتمنى أن نروح، أنا عشت مقابلات وغطيت مقابلات كإعلامي في مواجهات صعبة، ولكن كانت مشاكل أكثر من اللي حتحفظ فيها أنا. ولكن المشكل الآن ما نبقاوش نبكيوا على أطلال، لازم تكون قرارات صارمة. أيوب مالك والوزارة اللي برمجت المف... أنا من المفروض أنا اليوم أنا من المفروض لو كاين مسؤولين أكفاء ومن منهم رئيس الجمهورية، إذا كان هذ الناس اللي برمجوا لقاء مثل هذا في حداد وطني المفروض أنهم كلهم يتعاقبوا لأنهم قدموا جريمة مش في حق هذا اللي نضربه. أيوب مالك هذو اللي ماتوا بالأمس احنا نبكيو. أيوب مالك أمهات الجزائريين يبكيو في الديار على أولادهم وتدير لي مقابلة في نصف نهائي الجمهورية. أيوب مالك يقول لك البعض أنه حتى في خطابات السياسيين لما نشوفوهم يعني في وسائل الإعلام فيها عنف، رئيس حزب معين يتهم المعارضين ويتهم المحتجين والمضربين ويصفهم بأوصاف كذا وكذا، رئيس حزب آخر يلعن اللي ما يحبوهمش، رئيس حزب آخر في رسالة لبعض أعضاء حزبه يقولهم بالكم ويدير بيديه هكذا، هذا وهذا وهذا، وانت راك تعرفني من أقصد ومن أقصد. كيف بالله عليك إذا كان هؤلاء هم السياسيين القدوة؟ السياسة هي الوصول إلى الأمر بالطريقة السلمية بالطريقة التراكمية، فيها التأني فيها الاحترام وكذا، لكن إذا كان هؤلاء هم السياسيون فما الذي ننتظره من الشباب في الملاعب؟ أخي لماذا ما نشوفوش الأمور الإيجابية؟ لماذا ما نشوفوش؟ ها سيدي إحنا 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 عندنا عين سوداء وأنتم عندكم عين سويدية، واش نديروا؟ اليوم لا نذكر الأشخاص، باش ما نشوفوش الأمور السلبية، لماذا ما نشوفوش الأمور الإيجابية؟ نعم. لماذا ما نشوفوش أحزاب سياسية بدون ذكر الأحزاب؟ لأنه اليوم موضوع وطني بدون ذكر الأحزاب اليوم بالماسكي اليوم لا اللي تتضامن مع الشعب الجزائري اللي تتفاعل مع المواطنين، لماذا ما نشوفوش طبقات سياسيه اللي تتفاعل؟ لماذا ما نشوفوش الشباب الناجح؟ لماذا ما نشوفوش الاطباء المقيمين؟ لماذا ما نشوفوش الشرطه؟ لماذا ما نشوفوش الاسلاك الامنيه؟ لماذا ما نشوفوش الاطباء؟ لماذا ما نشوفوش الصحفيين؟ هذو كلهم شباب جزائريين، اغلبيه الصحفيين اليوم جاء شباب، اغلبيه الاطباء شباب، اغلبيه الدكاتره في الجامعه شباب، اغلبيه الطلبه شباب، اغلبيه الاسلاك الامنيه شباب، هذو كامل ما نشوفهمش ونشوفوا فئه معينه ونقيسوا عليها انه الوضع متدهور والوضع كارثي. لا يا اخي، هناك فئه معينه تعيش مشاكل، تعيش فراغ، تعيش نقص من التوعيه. اليوم لازم ندرسوا المشاكل تاعها ونشوفوا الحلول ونروحوا الى الامام. ما نقدروش ما نبقاوش نهولوا الامور. كنتوا تقولوا ما كاش شباب جزائري، ما كاش الحمد لله على بالك شفت، يعني والله غير الامر، يعني امر محزن جدا انه الضحايا اللي في سقوط الطائره اغلبيتهم شباب، هذا امر محزن. اليوم ما نعموش الامور. الاتحاديه دارت اخطاء لازم نعالجوها. اليوم وزير هناك، قلت لك وزير جديد للشباب والرياضه، لازم نسانده باش نحلوا هذه المشاكل بدون تهويل الامور ونعالجوا الامور. نعم، خلينا نعالجوا الامور. وايضا سي بورنيسة، حتى في الاعلام نروج للعنف بصوره ما غير مباشره، يعني مثل البلاطوهات، مثل هذه الحصه وحصص اخرى متهمه انها ايضا بشكل ما تروج للعنف. يعني احيانا الكثير من الحصص تتحول الى حلبات ملاكمة وليس للمناظرة الفكرية والسياسية. ولكن هنا
يبقي لا يا اخي هاو مثال هاو ما عندناش العنف هاو ما كاش العنف الاطلاق هذا مثال لا نتكلم بطريقه اعلاميه الان لو الاعلامي الحقيقي الذي يريد ان يبلغ الصوره الحقيقيه اللي ما يعرف الميادين ويتكلم بصوره واقعيه اكثر فاكثر ما نلحقوش لهذه الاشياء قلت لك حتى اللاعبين والمدربين ورؤساء الانديه لهم دور في هذا الشيء لما لاعب يقول نربحوا بالسيف ولما يقول المناصر احنا نروحوا نديروا اليوم ما تفراش اليوم ما تفراش اذا هذه الامور كلها تخلي انك تربي واحد الشحنه وعلى بالك الشعب الجزائري مش عنفي متعصب فقط والشعب الجزائري الشعب الجزائري وحنين شعب حنين شعب حنين, حنين. اذا لازم تفهم هذا هذا لكنه يتنرفز بسرعه يتنرفز بسرعه ولكن ولكن لما تروح لما تكون لو تروح للشباب هذوك اللي كانوا يتضربوا بعد خمس دقائق تلقاهم قاعدين مع بعض شعب حنين اذا هذا هو الشيء اللي حابين نوصلوا فيه الشعب الجزائري طبيعته حنين ولكن متعصب بعض الشيء ولكن كيف نذوب هذاك العنف والتعصب فيه بطريقه آلية قال لي يعني انا اليوم رايح نشوف مقابله لا للعنف نخلي الاعلام الجزائري يرجع للصور القديمه اللي مرت فيها مثلا وفاه اللاعب الايبوسي في 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 تيزي وزو وفاه لاعبين كثيرين في وهران سبقوا انه صارت حادثه في ملعب 5 جوليا لما سقط المدرج يعني نخلو هذوك الصور يعني نخلو خلينا بعض الامور التقنيه تاع المنشات على انتقادنا لها وعدم تبريرنا لها ولكن تبقى امور العنف البشري المباشر العنف البشري المباشر هذا عنف خارج منا احنا خارج منا قلت لك بلي الشعب الجزائري متعصب فقط ولكن هو في الحقيقه هو شعب حنين ولكن لو نسيس الامور الاعلاميه حتى الاعلامي قال نديروا مقابله بلا عنف بلا كلام سيدي نشاهدوا ما نناصروش يعني نقولوا امور نخليوا الناس تقول تبارك الله في الشباب الجزائري ولكن في كاين حل ولكن الشاب الجزائري من الناحيه السياسيه لازم هذا الشاب الجزائري نفتحوا له فضاءات الفضاءات اللي يعني ما نشاهده في الملاعب هو مراه الحياه الحقيقيه العامه هذه الفئه اللي تحكي عليها انت هذيك هي المراه الحقيقيه اللي يعيش هذاك الشاب ولكن احنا اليوم كيف ايوه معليش كمل شوف كيفاش انا اليوم هذا الشاب نعطي له الصوره الحقيقيه تفضل ايوب نشوفها باللي انه عنده امل اليوم عنده امل في هذه السلطه أكيد. باش تفتح له افاق باش يقدر يكون نفسه أيوب. ويصبح من شاب عنفي الى شاب متربي ياخذ به المثل اسمح لي نعلق على كلامك اليوم انا وياك نتفق في نقطه الشاب المناصر اللي راه يروح يدير العنف هو ضحيه لبعض الاعلاميين ضحيه لبعض المحللين الرياضيين ضحيه لبعض المدربين رؤساء الانديه اللي روجوا للعنف على حساب الصراعات الشخصيه تاعهم هناك صراعات شخصيه فيما بيناتهم لو يقدر يكون ضحيه السلطه كذلك اكيد واسمح لي اليوم لان السلطه نقدر نقولوا بلي السلطه باش نكونوا موضوعيين يكون ضحيه اكثر لما ننتقدوش فيها السلطه اكيد لا معليش يكون ضحيه تاع الاستغلالات هذيك استغلالات المصالح هناك جانب سياسي قلت لك وزير شباب ورياضه اليوم معروف انه الوزير يعمل كفاءه لازم ندعمه كامل باش كما يقول لك يحقق نقله نوعيه في القطاع هذا هناك يعني فخامه رئيس الجمهوريه اقر هيئه جديده هيئه استشاريه سيكون لها يعني في الايام القادمه المجلس الاعلى للشباب سيتناول بعض القضايا وبعض الامور هذه لحل مشاكل هذه بدون تهدئة هذا المجلس الاعلى للشباب اللي الشباب راح يولوا شياب ومازال ما بان عليه والو يعني لا يا اخي لا يعني هناك يعني هناك تجربه جديده باش دير تجربه جديده مجلس اعلى الشباب باش يكون ناجح لازم تدرسوا من جميع قلت راح نديروا الائمه في الملاعب واش رايك في هذا الفكره؟ لا اخي انا ما سمعتش بالامر هذا وزاره الامن الدينيه قالت راح نبعثوا ائمه في الملاعب هذا الامر لم اسمع به هل هناك امر رسمي انه يقول لك نديروا ائمه في الملاعب؟ هل هناك تصريح رسمي؟ كاين ان كومينيكي يقول هذا الشيء انا صراحه انا خايف المفروض انه داروا الائمه يعني باش يخليوا يعني الانضباط في الملاعب على حساب المشهد انا خايف انه الائمه يتسوفجوا هنا حتى في المساجد هناك نوع من عدم الانضباط نعم ايوب مالك واش لازم نديروا باش نقضيوا على هذه الظاهره باش تكون عندنا ملاعب هل يوما ما راح نشاهدوا مثل الملاعب الاوروبيه أهلي. مناصرين لناديين يعني عارقين برشلونه ريال مدريد ما على باليش مانشستر يونايتد مع تشيلسي ولا مع مانشستر سيتي يعني
منذ ماشي فقط منذ عصر منذ علي قرون علي. وهم يعني انداد وخصوم ومنافسين ومتنافسين في الرياضه علي. تجدهم يجلسوا جنبا الى جنب احيانا مخلطين واحد بيقول علي. واحد ولا عنف متى يمكن ان نصل علي الامر ليس صعب هو يقال انه اذا عرف السبب بطل العجب. بطل العجب اليوم الامر ليس السبب معروف والعجب مازال كاين الامر ليس بصعب شيء اليوم لازم كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعه ولما تتكون في موقع في الرياضه في الاتحاديه مدرب الاخر يجب تخلي الاستغلالات السياسيه ما المطلوب ما المطلوب ما المطلوب انتهى الوقت المطلوب نترك كل القبعات السياسيه نترك كل الاستغلالات نترك كل المصالح باش ننقذ هذه الفئه من الشباب الجزائري سي بورنيسا انا نقولها بكل صراحه ان الشاب الجزائري لازم نشاركه في مسؤولياته نخلي الشاب الجزائري يحس باللي عنده مستقبل افضل نخلي الشاب الجزائري يفكر باللي المسؤول تاعه راه يفكر فيه ويحب يفعل شكرا شكرا ان شاء الله يكون حلول شكرا نحب الشاب الجزائري يحس شكرا باللي هناك كلمه اخيره معليش باختصار فقط انتهى الوقت الزملاء يشيرون لانه ما ممكنش نزيدوا مازال ما كملتش الكلمه يعني كلمه اخيره شاطرني فيها نقدم تعزيه لعائله الفنان اللي فقدته الساحه الاعلاميه الجزائريه محمد جديد ربي يرحمه ربي يرحمه ان شاء الله اشكركم جزيل الشكر السيد بالقاسم ايوب مالك الناشط السياسي كما اشكر ايضا سيد محمد بورنيسا الناشط السياسي والصحفي الرياضي سابقا كما اشكركم مشاهدينا على كرم المتابعه في حلقه اليوم سلام الله عليكم